سلام البنات، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم على بركه الله ما عندناش وصفه، ما عندناش ديكور. اليوم حنوري لكم واحد المنتوج ربما لعل وعسى يفيدكم، وبلاك ما كاين بنات ما يعرفوش. نحب نوري لكم كل حاجه بروفيسيونيل، كل حاجه تاع لي شيف نحب نوريها لكم، وعلاش لا تكوني شيف في بيتك. على بركة الله اليوم حنوري لكم هذا المنتوج تخيمولين. المنتوج تخيمولين هو سكر محول، سكر انفيرتي. فوالا تريمولين بلاك راكم تشوفوه في الاسواق وما على بالكمش واش نديروا به. هو سكر محول عبارة عن مادة سائلة يستعمل في الحلويات التقليدية، ليس كلها ولكن في الحلويات التقليديه اللي فيها العقده. واش معناتها اللي فيها العقده؟ كيما الدزيريات، المخبز، مقروط اللوز، البقلاوه، القنيدلات، السكندرانيات. فبهذايا يشد التعسال، تقعد لنا العقده تاع الحلويات اللي قلت لكم تقعد معسله لمده طويله، كي نقسموها تقعد معسله. بون ماشي نيمبورت واحد يديروه لاصحاب المهنه، لي شيف، لي غون شيف. فوالا، لانه يقاوم الرطوبه ويعطينا البنات الوقت. لضغط في العمل ولي كوموند والطلبيات، حنا لي شاف نستعملوه لكسب الوقت. باريزوم كيما المخبز والتزيريات اكسيتيرا، حاجه اللي فيها العقده نخلوها تبات. كي نديرو لو تريمولين، كي نديرو التريمولين في هذيك العقده ما نخلوهاش تبات، تذوب السكر بسرعه فائقه. في 3 سوايع نقدروا نخدموا الحاجه تاعنا. ان شاء الله هيتوصلكم المعلومه. الوغ البنات، تريمولين شوفوا كي تكون العلبه مغلقه، عندي هدايا تريمولين وهذا تريمولين. كي تكون العلبه مغلقه مازال ما حليناهاش، شوفوا تكون على شكل سائل. شوفوا البنات تكون على شكل سائل، تريمولين السكر المحول. كي نحلوها ونبداو نخدموا بها شوفوا كاش تولي البنات. يعني تريمولين يعطينا نتيجه مبهره في الحلويات التقليديه اللي عندها العقده. حيث التريمولين واش هي المكونات تاعو؟ هو عباره عن مزيج من الفراكتوز والجلوكوز. يعني طهات المحترفين لي شاف يخدموا به. نعاود لكم الكيكات تانيك، لي غلاس ايس كريم، باش ما يجيناش فيه تدوك تاع باش ما يتحجرناش، ما تجيناش هذيك لا غلاس في الايس كريم. تانيك في المارشاميلو تانيك البنات نقدروا نستعملوه. والنوغا التونسيه، النوغا التونسيه اكيد تكون بلوتريمولين. فوالا، هذا هو، هذو هما المعلومات اللي حبيت نلحقه لكم. الوغ تعرفنا على وشن هو تريمولين، المكونات تاعو يتباع عند بائع مستلزمات الحلويات. كيما هذا شريتو جي زويميل 18000، صدقوني هذا يشد، يعني نخدمو به عده وصفات. كيما هذا يدير كيلو، يدير 55000، العلبه تكون معمره. فوالا هكذايا يوزن 1 كيلوغرام. الوغ مام البنات لو تريمولين دي فوا تصيبوه عند بائع مستلزمات الحلويات. الاصلي هو منتوج تونسي يتباع 400000 الى 500000 للكيلو، يعني الاصلي هذا هو بديل تريمولين الاصلي. فوالا، كي نديرو كي نبداو نخدمو في العقده تاع المخبز ولا مقلوط اللوز ولا البقلاوه ولا القليدلات اكسيتيرا، نديروه البنات، نديروه وما نستناوش، نخدمو يعني بعد ساعات. ليس ضروري نخلو هذيك الحلوه تاعنا، العجينه تاع الحلوه تاعنا العقده تقعد تبات. الوغ هنا نربحو الوقت، كما انه هو مثبت الايس كريم. نقدر نقولوا لو تريمولين هو مثبت الايس كريم. بون انا مازال ما خدمتش به معكم، ان شاء الله عن قريب ان شاء الله حندير لكم وصفات بلو تريمولين ونوري لكم الطريقه كيفاش، والنتيجه تبهركم، اكيد تبهركم بتريمولين. حتى الكيكات البنات، حتى الكيكات تجي فيهم واحد الليونه، تجي ليونه ما نحكي لكمش. الوغ البنات،
كيفاش نستعمله؟ كيفاش نستعمله؟ التريمولين، التريمولين باغ اكزومبل تكون كيلا، كيلا تاع السكر في هذيك العقده تاعنا، كيلا سكر ولا زوج كيلات سكر، نقصوا هذيك الكيلا ربع، ربع كيلا نقصوه البنات من هذاك السكر ونعوضوه بملعقه صغيره من لو تريمولين. ان شاء الله وصلتكم المعلومه. نقصوا ربع ربع من الكيلة تاع السكر اللي نديروها في العقدات تاعنا تاع الحلويات التقليديه، نعوضوها بملعقه صغيره تريمولين، لا زياده ولا نقصان. بلاكي تقولي نزيد مغرفه ونص ولا زوج، هي ملعقه صغيره تكفي. شوفوا راهو سائل، لو كان لو كان نحلو نخدم بخطره زوج يولي لنا كيما هذا. الوغ البنات لو تريمولين ان شاء الله تستفادوا من هذه المعلومات وتشروه وتلقاوه في التعسيل تاعكم. جربوه البنات، ابداو شو بوحده صغيره هكا دي زويمين، وان شاء الله ان شاء الله لا كان عندي وقت عن قريب صنع منزلي نقدروا نخدموه في الدار. انا دي فوا كيما في الكوفيد ايتو ما كانش في المحلات في الكوفيد، يبقى خدمته في الدار. ان شاء الله عن قريب ندير لكم فيديو بكل التفاصيل كيفاش نخدموا لو تريمولين. هو طريقه جد سهله، من بعض المناطق النائيه ما يصيبوش هاد العفايس هادوما، نخدموهم في الدار، يعني الحلول متواجده البنات. ان شاء الله عرفتوا واش معناتها لو تريمولين، معلومات قيمه عليه ان شاء الله. وهو بوال تاع لي شيف كبار الطهات. يحفظكم ليا البنات ودمتم احلى متتبعات، وكل ما هو جديد وكل ما هو يخص الحلويات شيف ام اسلام تعطيكم جميع أسرار الورشات 100%، بالرغم من أني نتلقى مشاكل عديدة من حيث العمل. تستاهلوا البنات، ادعوا لي دعوة الخير. سلام.